أصدقائي الأعزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله هذا المساء من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخت أم منتظر من أهالي الزعفرانية. طبعا هي عائلة مستفيد، زوجها كان متقاعد ومتوفي. تقول الأخت والله العظيم يا عمي دنعيش حياة ذل، يعني ماكو بذل تقول، ولكن خلف الله على بعض أخواني وخواتي يساعدونا. تقول إلى متى، إلى متى هاي الذل نعيشه؟ كان أبونا عدل، يعني هي تقصي وزوجها تسميه أبونا. تقول كان أبونا عدل وياخذ راتب بال650 675، ولكن من توفى صار بال300 الراتب مالته. والله هي يا عمو احنا قاعدين اجار 200,000 دينار بالشهر. زين ايش يبقى من ال 375 او 350 اذا تروح 200 للاجار؟ تقول ايش يبقى؟ يعني ايش يبقى من المبلغ؟ شلون نعيش احنا؟ اريدك بلكت حجي تكتب لنا هذا الموضوع وتخلي ذول الشرفاء ان يحسون ويحسنون رواتب المتقاعدين ورواتب المستفيد. وجزاك الله خير الجزاء. اولا اختي احنا نشكرك جزيل الشكر حقيقه، يعني احنا نشكرك ونقول لك احنا بالخدمه اختي العزيزه. اولا احنا كل مره نكتب عن المتقاعدين حتى بقناتنا السابقه الانسانيه حب الانسانيه، يعني عندي اكثر من 100 اكثر من 1000 او 2000 موضوع عن المتقاعدين والمستفيد، ولكن هذول الحثالة اللي دا يحكمونه، خل أقول حثالة والله العظيم حتى الحثالة أحسن من عندهم، زين ما يستجيبون للأسف الشديد. أنا بس أريد أسأل، يعني مجلس النواب شنو فضل علينا؟ شنو فضل علينا ودا يأخذ هاي الرواتب العالية هاي الرواتب الضخمة؟ شنو فضل علينا؟ من انتخبهم نتيجة كفاءتهم، نتيجة جهادهم، نتيجة شهاداتهم، نتيجة عملهم بالمجتمع بمنظمات المجتمع المدني؟ لا بالعكس، تم انتخابهم بطريقتين تافهة، تافهة بمعنى الكلمة. أول طريقة نجي نتحدث عن السنة، أخواننا السنة الأغلبية الساحقة، يعني الأغلبية الساحقة تم انتخابهم يضحكون على الناس، أنتوا المغيبين والمهمشين وإن شاء الله نعيد لكم ولو جزء من الحكم للسنة، وإحنا اللي حكمنا العراق كذا سنة وريدكم تنتخبونه، لأن الشيعة سيطروا على الحكم ومن هاي الكلاوات ومن هذا الدجل. هذول السنة والشيعة بعد تعرفون شلون لك يا بنتخبونه، لأن إحنا نريدكم حتى لو كان النائب فاسد وحرامي ومو خوش آدمي أيضا ينتخبوه. ليش؟ لأن حتى يخلينا نزور بكربلة والأذان بي علي ولي الله. هذا أحد الشيوخ، ما أريد أجيب اسمه طبعا، يقولهم حتى لو فاسد انتخبوه، حتى لو حرام انتخبوه، المهم بالأذان علي ولي الله. زين هو علي ولي الله، يعني أنت اللي جبته؟ هو من يكره للإمام علي؟ ما حد يكره، يقول هو فقط الفاسدين اللي من امثالكم انتم مجلس النواب، مجلس الخراب والدمار العراقي، انتم اللي تكرهوه للامام علي، ما حد يكرهه، الشعب كله يحبه. على كل، مو هذا موضوعنا، موضوعنا نقول يعني انتم اجيتوا بانتخابات، مو اجيتوا نتيجه كفاءتكم، كفاءه او شهاده او نتيجه عملكم بالمنظمات المجتمع المدني، وناس تعرفكم خدمتوا في مناطقكم، خدمتوا العراق والناس انتخبتكم. لا بالعكس، بالعكس اجيتوا نتيجة الطائفية والمحاصصة والمناطقية. شنو انتو؟ انتو منو انتو اعضاء مجلس النواب؟ منو انتو؟ هم منو انتو وشنو انتو يعني؟ الوش الناس تحترمكم، ليش انتو تاخذون بالملايين واخدتوا تحسين ظروف معيشة كل واحد بال250 مليون، وعندكم حمايات ومخصصات سكن 3 ملايين؟ انتو هذا رئيس مجلس النواب الفاشل محمد الحلبوسي، شنو قدمتوا للعراق؟ يلا
من شهر العاشر إلى حد الآن انتخابات خلصت وما عدنا حكومة، حكومة ما عدنا، الناس تضحك علينا، العالم يضحك علينا، خسرنا مليارات مليارات الدنانير خسرنا للانتخابات، لو مزعيها على أفراد الشعب العراقي وجايبين أنتوا هاي الحثالة مالتكم، جايبين أنتوا الحثالة يا أهل تدون تجيبوا جيبوا، ما يهمنا شيء، إحنا ما يهمنا شيء يا أهل تجيبوا، لأن هي كلها شلة فاسدة كلكم، شيعتكم وسنتكم وكراتكم، ولو الأكراد والله ما نحكي عليهم، ديبنون شمال العراق حقيقة، يعني ليروح الشمال العراق يشوف العمل يشوف الكذا. على كل ما نريد نطول الموضوع وما نريد نتفلسف فيه أيضا، أنا أدري هذا الموضوع أكتبه وما يسوي شيء، ولكن لابد من القول، لابد أن نحكي، لابد أن نسمع صوتنا حتى يعرفون بأن هذا الشعب مو شعب جاهل أو شعب ما يفتهم أو شعب ساذج، أنتوا السذج، أنتوا حثالة الحثالة، وأنتوا قذارة القذارة، كل سياسي السنة وكل سياسي الشيعة، زين مو عيب عليكم ما تستحون؟ ما عندكم حياء؟ ما عندكم حياء أنتوا؟ مواطنة تأخذ 325 راتب وعدها بنات وبيتها بالأجار شلون تعيش؟ ياهل يقبل بيها هاي؟ عمر بن الخطاب يقبل بيها؟ ها؟ لو الإمام علي يقبل بيها؟ قولوا له من اللي يقبل بيها؟ ما حد يقبل بيها مو تمام؟ ولكن أنتوا الحثالة تقبلون بهذا الشيء. يلا يا أخوان نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة هذا شعبنا الطيب. يسعد مساكم، مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة، كتبوا آراءكم واقتراحاتكم واشتركوا بقناتنا وفعلوا جرس الاشتراك وخلي التليفون أفق من تشغلوه مو عمودي، وانطونا لايك بالإعجاب أو عدم الإعجاب، ومع ألف سلامة.